لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أنا كنت عايز أسألك، ناس الدغري ثابت الشيخ الحارة، ممكن تقدمي الجزء الثاني من الشيخ الحارة؟ لا يعني هيبقى العرافة بس؟ أنا خلاص أنا عملت يعني أنا لا أنا عاملة اتفاق مع العرافة مع مراته، هو غدر بينا فإحنا غدرنا بيه خلاص. بصراحة الناس الدغري فكرت تكلمك قبل ما تاخد شيخ الحارة وتكلمك؟ بطل انت تبقى مولع وقعد كبريت وشويه جاز. لا ناس الدغري ما كلمتنيش. لا زعلت منها ان هي ما كلمتكيش؟ اه زعلت منها. ما قابلتوش بس لا لا. طب لو اول حاجه ولا حاجه، لا تعليق، مش هقولها حاجه، هسلم عليها عادي جدا، مش هقولها اي حاجه، فاهم؟ وهتحس. طب لو هي كلمتك واعتذرت لك ممكن تقبل؟ لا انا مش مستنيه اعتذار من حد، اعوذ بالله، ليه يعني تعتذر لي؟ لا طبعا الموضوع مش محتاج اعتذار ابدا ابدا خالص، من حقها تجرب. هو برنامج باسم البرنامج بتاعها. اه ليه ما من القاهره والناس؟ اه لان انا عملت غلطه، انا لما عملت فكره برنامج شيخ الحاره انا ما سجلتوش باسمي انا. اه هي فكرتي طبعا، فكرتي، ويطلع حد يقول لي انها مش فكرتي. طبعا فكرتي، بس انا ما عنديش مشكله. طبعا جدا جدا جدا، جائزه الدوله التقديريه النهارده من وزاره الثقافه الليبيه ليا، ده يعني كفايه عليا يعني النهارده، وده ليه؟ ما هو ده من ضمن الاسباب. الشخصيه الثانيه اللي هتبقى معاك السنه دي لا يمكن اقول لك، مفاجاه. لا 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 يمكن، ده في المحطه عندي يعني ما فيش غير انا ورئيس المحطه اللي نعرف، ولا حد يعرف ابدا ابدا.